الأيام كيف الريح في الدرجاحة، مرة سقا خاطر ومرة راحة، أوقات نخدم بيدي وأوقات واجدين عبيدي، وأوقات عسرك باش عيدي وأوقات ما نكسب فيها ولا صياحة. لبيات هي سمعناها في مسلسل الشرط الحرية الليبي وطلع الترند ومعرفناش شن قصتها. لبيات هي نفسها بحد ذاتها، هذه لبيات ترجع لمني للشاعر محمد قنانة سيدي قنانة، ولها قصة كبيرة لو انك انت ما تعرفهاش على لبيات هذه تفضل واسمع وخذ عندك. لبيات هذه شن قصتها؟ الوالي يوسف باشا كان نوى يأمر في المرسول، قال له يعني اجمع الضريبة من بين المدن وجيب لي الضرائب يعني من بين الناس يعني لملي الضريبة. فكل مرة يمشوا لشخص مسؤول قبيلة أو شخص زيكي فيخشوا له ويكلموه يقول له الوالي بعت لك وشن صار في الضريبة جمعتها ولا لا. قعد كل مرة يمشي لواحد المرسول، مين طق في مني؟ الشاعر سيدي قنانة محمد قنانة طق فيه وطق على الباب. فتحت مرته قلت له تفضل. قال له سيدي قنانة بعتني المرسول أنا ونبي الضريبة. قلت له سيدي قنانة مهناش لكن تو لما يجي أنا مبلغ باللي صار. جاء سيدي قنانة روح مرته قالت له راهو بعت لك مرسول يوسف باشا وقال لك شن صار في الضريبة. قال هني والله ما عندي باش نعطيه لكن اسمع لما يجي مرة ثانية قل لي لا خلالك العاب دوا. أنا أسف على المصطلح هذا، هو لنا بحكم أنه بشرة البشرة متاعها صمرة سيدي قنانة. فقال قلت له على من تقصد أنت العاب دوا وأنت ما عندكش عبيد يعني؟ قالها أنا لما يجي طلعيني أنا للمرسول ويرفعني ليوسف باشا. استغربت مرته خلاص بتقعد سيدي قنانة قال بتنفذ. فالمهم جاء مرة ثانية المرسول سلام عليكم شن صار في الدية ولا شنو ولا الضريبة. فالمهم قلت له سيدي قنانة قال لك راهو ما عنديش فلوس وخلى لك العبد هذا وقال لك ارفع معك ليوسف باشا. قال له تمام خذ العبد وجابيه لمني جابيه المدينة القديمة هنا ليوسف باشا وخش وقعد يسلم في الفلوس اللي لقطهم وجمعهم من بين الناس يعني. فقعد يقول له فلان فلاني بعت لك 10 نياب، فلان فلاني بعت لك ذهب، فلان فلاني بعت لك الفلوس، فلان فلاني بعت لك حاجه زي تو يتكلم. طق في سيدي قنانة قال له سيدي قنانة بعت لك العبد دوا. يوسف باشا صديقه ويعرف سيدي قنانة زين وقف من كرسي العرش متاعه وقف عليه وقال له كيف صار وشن درتي لك شن صاير وكلها وقفت هي الناس مقعمز كلهم وقفوا. مشى قال له رد سيدي قنانة قال له الله غالب ما عندي ما نعطي. لكن قال له يا يوسف قال له أبياتها يلي هي انقالت حرفيا لبيات هذه قال الأيام كيف الريح في الدرجاحة مرة شقا خاطر ومرة راحة، أوقات نخدم بيدي وأوقات واجدين عبيدي، أوقات يعني عنده أوقات ما عنده، أوقات عسرك باش عيدي وأوقات ما نكسب فيها ولا صياحة. يوسف باشا فرحان بالكلمات يلي قالها وفرحان بالشي اللي داره هو. فكل الفلوس وكل النياقي اللي جمعوهم من الناس اللي من أعطاهم أعطاهم لسيدي قنانة على خاطر جيتها بروح هذه نفسها اللي وبعت فيها نفسها يعني. فهذه هي قصة لبيات يلي هي الأيام كيف الريحة في الدرجاحة، قصتها وصلتكم.